نروق الدنيا كده عشان عندي رز على البخار عايز اعمله. وقت الحلقه بيحكمني. مقادير رز على البخار مقادير بسيطه وسهله، جزر وزبيب، بصل وتوم، كل دول مع بعضينا يبقى. والرز عندي في الميه شفناه واحنا مع بعض في المقدمه، انا حطيته في ميه مغليه. الرز حطيته في ميه مغليه، وبحط مع الميه المغليه دي شويه بهارات عربيه. ايه بهاراتك العربيه يا عم الشيف؟ اللي هي بهارات الكبسه، بهارات البرياني، بهارات المندي، بهارات الفول، اللومي اهو، اللي هو الليمون الجاف، الدارسين، القرفه، الحبهان اللي هو الهيل، قرنفل اللي هو مسمار، ورق لورو اهو اهو اهو، عينيه عينيه اهو اهو اهو. حلو الكلام، ونقلبه تقليبه. تقوم الرز زي تشرب من البهارات العربيه وتاخد الجنسيه العربيه اهو اهو. ده الرز اهو 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 اهو. نعمل ايه يا شيف؟ بعد ما بياخد فوره كده مخرجنا اساتذه المصورين اهو بنصفيه اهو 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 اهو. ده رز على البخار، خلص الكلام. الرز معايا حله بقى اللي هي تحضير رز على البخار زي دي كده، بتسخن اهي الطاسه، بحط فيها معلقه سمنه صغيره، بحط على معلقه السمنه دي يا عم الشيف شويه بصل ناعمين، رز كده يعني عايز تاكل صوابعك وراه اهو اهو، فص ثوم، تقليبه، العب شويه زبيب، شويه جزر على البصله وعلى التومه وعلى الزبيب، جزر مبشور. نصيحه مني، الجزر مفيد جدا، غني بفيتامين سي، مضادات اكسده، يقوي المناعه، هو والزبيب اهو كل بعضه اهو. عينيا طب الفصل وانا مع الجزر يا اول نظره، بقيت تابعوني بعد الفصل. نيجي للرز على البخار. لا جيب البخار يا فاروق، جيب البخار، انا ما تطوريش. البخار ابا هو ده، ده الرز على البخار. حلو قوي. ايه قصته بقى؟ والله جاي على بالي اكل شويه رز حلوين كده، في جزر تحت على فكره. انزل تحت بص شوف الحلاوه، شوف الحلاوه دي كده الحلاوه. زبيب زبيب جزر زبيب جزر، بصلايه وميه حمرناها الله، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي يا شيخ، ايه الحلاوه دي. الرز غلي على النار، خد غلوه مع البهارات العربيه، الدارسين اللي هي القرفه، المسمار اللي هو القرنفل، معلقه سمنه محمرين فيها البصله والتومه اهو، بدات حلاوته تطلع. بعمل ايه بقى؟ احفر حفره كده صغيره لطيفه كده، ومعايا فحمايه حلوه، معايا بوله صغيره كده، اللهم صل على، واجيب ورقه فويل حلوه، حط الفحمايه دي كده هنا زي موضوع البرياني كده، ودي كمان نحطها هنا، نحط عليها شويه زيت صغيرين. الله 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 الله، ونغطيها بس خلاص. شوية رز تاكل صوابعك ورا. خلصتش، جيب التركاية بقى الأخيرة، جيب التركاية الأخيرة وحياة والديك. رز على البخار. نشيل البولة اللي كانت هنا. ما تقفش في المطبخ كتير، معاك شيف شاطر يعمل اللي نفسك فيه كله. هعمل حاجة لطيفة كده وأنا شغال مع حضراتكم بسيطة. انا مش هسكت غير لما اعملها. شويه ذهب، شويه ذهب، يو ايه ده ايه ده، هو ده اروى العطشان. على الرز على البخار، خد طعم الفراخ، مفيش حد احسن من حد. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، بتعذبنا يا شيخ. تعال نغرف الطبق ده مع بعض كده، ندلعه بقى. لا انت لو عندك وقت اديني، انت بتحكمني بالوقت يا غالي. دخل ام علي، يلا وداعا لام علي. نجيب الصينيه بتاعتنا اللطيفه، وتعالوا بقى نتدلع مع الفراخ كده، ما وراناش حاجه احنا بقى، ما وراناش حاجه.
بس الطبق ده تعبنا عليه واشتغلنا عليه نغرفه صح. حلو، فراخ نخليها هنا، الرز قصدي معلش، اوبا، والفراخ جنب هنا، ودلعني يا فاروق. حلو، مغرفة صغيرة، اللهم صل على النبي. معانا الرز جميل. لا انا عايزين الصراحة يعني، لو انا بتكلم بقى، انا لو هفطر دلوقتي شوية الرز دول بس كده، شوية رز بيتكلموا كل اللغات، رز على البخار، انا عايز اشوف فاروق. بص دي تتسجل موسوعه موسوعه، شويه رز اتعملوا في اقل من 10 دقائق. شايف حبات الرز نازله ازاي بتتنافس، الجزره بتتنافس، الزبيب يتنافس، اللومي يتنافس، وكل ده.